السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدارة قناة اهدنا الصراط المستقيم ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات طيبة عامرة بذكر الله عز وجل، وتقدم لكم من خلالها أفضل خطب ألقيت يوم الجمعة تقوم بجمعها إليكم من جميع أنحاء مساجد العالم الإسلامية، وتقوم بترجمتها لمعظم لغات العالم إن شاء الله تعالى لتعم الفائدة إن شاء الله عز وجل. مع أطيب التحيات، عادل المصري. فإن أعجبتكم القناة فتفضلوا بالاشتراك بها، سائلين الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين وأن يتقبل أعمالنا ويتجاوز عن سيئاتنا، اللهم آمين. وخطبة اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان ذلك الدين القيم. والآن مع الخطبة الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله تعالى في محكم آياته: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوة الإسلام، الإسلام دينا إلهيا ارتضاه الله تعالى للعالمين. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام هو الدين القيم، ذلك الدين القيم. ومعنى الدين القيم أي الدين المليء بالقيم، الدين المستقيم المعتدل المتوازن الذي لا انحراف فيه ولا اعوجاج. فالإسلام دين قيم وصراط مستقيم، فهو الدين الذي يتناسب مع طبيعة الإنسان وفطرته، فهو دين التوحيد الخالص وفرض الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والمحبة والخضوع لله والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له. الإسلام يعني إسلام الوجه لله والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا يعني الاستسلام لأمره ونهيه وقضائه وفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. والإسلام هو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، هو دين الفطرة فلا يتعارض مع طبيعة الإنسان، فهو يبيح الزواج بالنساء ويحرم الزنا ويأمر بالعمل وينهى سؤال الناس تياو الرهبنة والانقطاع للعبادة وترك العمل. ففي مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. والإسلام دين الأخلاق الفاضلة، ففي سنن البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. وفيه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كريم، يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. والإسلام دين العدل، سواء مع العدو أو الصديق أو القريب أو البعيد، ودين الأخوة الصادقة. فالمسلمون إخوة في الدين، لا تفرقهم البلاد ولا الجنس ولا اللون، فلا طبقية في الإسلام ولا عنصرية ولا عصبية لجنس أو لون أو عرق. ومعايير التفاضل في الإسلام إنما يكون بالتقوى. والإسلام دين العلم، فالعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. والإسلام دينا صالحا لكل زمان ومكان، بل لا تصلح الدنيا بغيره. هو دين المحبة والاجتماع والألفة والرحمة. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أقول قولي واستغفر الله لي ولكم. والآن مع الخطبة الثانية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، والإسلام دين يحفظ الأموال
ولهذا فقد حث على الأمانة وحرم السرقة وتواعد فاعلها بالعقوبة وحرم الكذب والظلم والبغي والبخل والفجور. والإسلام دين يحفظ الأنفس، ولهذا فقد حرم قتل النفس بغير حق وعاقب قاتل النفس بغير الحق بأن يقتل. والإسلام دين يأمر بمخالطة الناس والصبر عليهم، وأحل البيع وحرم الربا. هو دين يبيح جمع المال من حله، ولكنه يوجب الزكاة فيه للفقراء والمساكين. وهو دين يبيح الطعام ويستثني الميتة ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات. هو دين متوازن بين متطلبات الروح وحاجات البدن، فالروح غذاء وللبدن غذاء. وهو دين يحترم العقل ولا يتصادم مع الفطرة. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والإسلام دين يعتني بالعقل ويأمر بالتفكر ويزم الجهل والتقليد الأعمى وعدم التفكير السليم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والإسلام دين الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. والإسلام دين حرم الفواحش وأباح الطيبات. هو دين التوازن. في الصحيحين جاء ثلاثة راهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال إحداهما: إما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: إني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: إني أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها المسلمون، والإسلام دين يحقق السعادة في الدنيا والآخرة لمن أمن به من البشر. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهو دين يدل على الحق ويحذر من الباطل ويرشد إلى الهدى وينفر من الضلال ويدعو الناس إلى صراط مستقيم. فالمسلم يعبد إلها واحدا لا شريك له، ويثق بربه وخالقه ويتوكل عليه، ويطلب منه العون والنصر والتأييد، لأنه يؤمن بأن ربه على كل شيء قدير، وأنه خلق السماوات والأرض يحيي ويميت، وهو الخلاق الرزاق والسميع المجيب. فيدعو المسلم ربه ويرجو الإجابة منه، فهو التواب الرحيم، يعلم النيات والسرائر وما تخفي الصدور. فلله الحمد أن جعلنا مسلمين ومن أمة الإسلام ومن أتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى عليه الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وبذلك نصل إلى نهاية الخطبة، على أمل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.